50,000 كيس ورقي للخبز وزعت على مختلف مخابز العاصمة مع بداية حملة تحسيس للخبازين والمواطنين بأهمية استخدام الكيس الورقي كبديل عن البلاستيكي. وزارة التجارة خذت على عتقها المصاريف أو الثمن نتاع هذه الأكياس، بحيث مبدئيا قامت باقتناء 50,000 كيس توزع على مستوى العاصمة على مستوى المخابز. اولا هذا من جهه، ثانيا كذلك بتسي سيدتي انه هناك، خلينا نقولها بكل صراحه، هناك بعض المخابز اللي هما يستعملوا الاكياس الورقيه، يبقى فقط انه ستبقى متواصله الى غايه او الى نهايه الى غايه القضاء نهائيا من الاكياس البلاستيكيه. استبدال الكيس البلاستيكي بالورقي قابله استعداد الخبازين للاعتماد عليه في معاملاتهم مع المستهلك، لكن بشروط. هكذا يا صاحبي البابي سي ميو خير من البلاستيك، فهمتي بنتي؟ بابي بابي بروب سي بروب، مام الخبز سخون الداخل يقعد دايم طاي. هاوليك رحت تجيبهم 3 دينار 50 في الواحد، تبيعي لا باغيت بدي دينار، وزيدي صاحبي 3 دينار 50 شي صاحبي طالب. بصح كراتوي شحال كاين، هذه من الغدوة الصباح ما تصيبيهم. المستهلك المستفيد الأول من العملية استحسن الإجراء ويطالب بتعميمه على منتجات غذائية أخرى. بارابور البابيي دونك سي بروبر او ميم طون يعني ميم بور لونفيرونمون دايور فوالا البلاستيك هاكي على بالك لا دوري دو في تاعو دونك يدور بلو لونتون بارابور البابيي دونك لي ريسيكلاب. و سي با اوبليجي غير الخبز، ميم لي برودوي تاع فروي، ميم الخضرة، ميم هاد العفايس كاع يلزم الإنسان يكون ينحي لي الساك هادو اون بلاستيك ويدير اون بابي. فكره روعه ما شاء الله، وان شاء الله تدوم ان شاء الله وتتعمم. في انتظار استفاده باقي مخابز الوطن من الكيس الورقي، يبقى التحسيس والتوعيه امرين ضروريين حتى يصبح استخدامه سلوك استهلاكي يحفظ صحه المستهلك والبيئه على حد سواء.